اسمه الاحتفال امبارح اسمه كذا بوصلينا، هيك اسمه الاحتفال. ايه احتفال النصر امبارح اسمه كذا بوصلينا. حط شروطه لانتخاب رئيس المجلس. هو اصغر من انه يحط شروط على دولة الرئيس نبيه بري. يعني انت بتوافق علي حسن خليل بالشي اللي قاله؟ ما بوافق حدا انا على شيء قاله، لانه ما عرفت شو عم بيقولوا. انا ماني يعني مرتبط. ما عرفت شو قال علي حسن خليل. رد عليه وقال له انه انت يعني خربتوا البلد فريقكم وكذا، مش هيك قايل له؟ اوكي، يعني هذا الرد سياسي. بس اليوم وقال له انه احنا ما بنشتغل شيء من تحت الطاوله. طب اوكي، ما اليوم يعني، طب بس اذا ما حدا بده ينتخب الرئيس بري، يعني لا القوات ولا اشرف ريفي ولا الطيار، رح يكون في رئيس مجلس النواب، او رح نروح لسيناريو العراق بفراغ رئيس مجلس نواب ثم فراغ حكومه، وما بنعرف شو بيصير بالرئاسه وما مش عارفين شو بيصير بالبلد؟ والله انا بقول انه جبران باسيل بده يجرب يبيع ويشتري موضوع الرئاسه، تسويه رئاسه مقابل رئاسه. يعني رح يعمل تسويه، رح يجرب يعمل تسويه. ما في تسويه، ما ما بالرئاسه مقابل رئاسه، او رئاسه مجلس مقابل نائب رئيس مجلس. هذه نائب رئيس، هذه حاطينها بارافون. لا، بدهم عم يحكوا برئاسه مقابل رئاسه. امبارح رفع السقف لانه بده يعمل رئيس جمهوريه، فكره ما هو خرب لنا بيتنا. يعني تانك البنزين ب 600,000، هلا اذا جبران بيعمل رئيس جمهوريه بصير تانك البنزين ب 5 ملايين ليرة. مش عارف انه العالم فيها تشوفه. مش عارف جبران باسيل، اذا تفوت على جوجل بتقول من هو الشخص المكروه اكثر شيء في لبنان، بيطلع لك جبران باسيل نقطة على السطر. مش عارفها هاي يا اخي، عندهم مشكل. عندهم مشكل، ما بيصير. بعدين هو منه زلمه عنده كاريزما، يعني ما عنده كاريزما يجيب ناس. يعني هو اليوم عطيه 10-11 نايب انه عال، واخذ صناديق المغتربين 4 ايام ما بعرف شو عملوا فيها تقدروا طلعوا. يعني عم بتقول انه الخارجيه اتهم ولا ثقه بوزارة الخارجية، واتهم وزارة الخارجية بالتقصير بعملية انتخاب المغتربين وبهدلتهم وشرشحتهم علنا، ووزير الخارجية مش لشيء. شو رأيك بالصناديق اللي وصلوا من سوريا؟ رفضون. ايه بس شو رأيك فيهم؟ رفضون. بس شو رأيك فيهم؟ شو ما كانوا؟ يعني انت برأيك في ناس مهاجرين على سوريا لبنانية؟ ايه في ناس عايشين فوق اكيد. بس رفضتهم القاضية بأعلى. ليه واحد بيهاجر على سوريا؟ مش بيهاجر، عنده شغل فوق، عايشين فوق. فوق شغلهم فوق، يمكن مزوج سورية، يمكن يمكن يعني مزوج سورية. بتعرف السورية ما بيعطوا اللبناني جنسية. يعني نحن عم نقاتل انه اللبنانية تعطي جنسية لجوزها، مثل ما عم تعمل كلودين عون وحامل القضية وهي وهي إلا مصلحة، بيكون يمكن ما بعرف شو مصلحتها، بس يمكن هيدا نوع من لا ماشي نو هيدا ماشي وين ما كان بالعالم كله الامرأة بتعطي جنسية. ايه بس مش بلبنان، بس مش بلبنان. ايه لا بسوريا كمان، ما نحن مش ضروري نلحق سوريا يعني. طيب اوكي، والاردن اوكي، ومصر مجتمع العربي العقلية لا مش عقلية عربية، لا في تغيير لديموغرافية البلد. انا ما في كمسيحي يجي اعطي نسوان مرة جوزي 3-4 مرات واولادها اولادها ما في، اعطيهم بعطيهم اقامة مجاملة. المرة بتلحق جوزها اذا فلسطيني، بتلحق فلسطيني. بسوريا المرة السورية بتتجوز فلسطيني، بيتوظف وبيعمل كل شيء بس بإقامة، بس ما له حق بالجنسية. يا عم دولة عم تحكي ب 23 مليون بني آدم، الأردن نفس الشيء، فلسطين المحتلة نفس الشيء، العراق نفس الشيء، ومصر نفس الشيء. أنا ليش بدي يكون هيك؟ خي ما صار شيء، روح على الخليج تجوز وحدة إماراتية خليجية بيعطوك جنسية تبعهم؟ لا. ليش أنا بدي يكون كريم هالقد وكله لبنان قد حتطلع تبع العقربة؟ يعني ليش بدنا نضل نحن نقتل بحالنا؟ هذا الشيء مش وارد. وانا مستغرب انه ميشيل عون تارك الدنيا هيك كلها لاولاده يعملوا اللي بدهم اياه. هذه بتصرخ من هون وهذا بتصرخ من هون وصوره بتصرخ من هون. شو البلد هذا؟ طلع افشل رئيس جمهوريه بالعالم بالكره الارضيه كلها، ما بيجي مثل ميشيل عون شخص فاشل بسده الرئاسه.
يا عيب الشوم. هذا اتكلنا عليك يا جنرال، هاول حكينا نحن وياك بالرابية، هاول حكينا نحن وياك بقصر بعبدة، هاول حكينا نحن وياك على التليفون من قبرص لباريس، وين؟ ما التزمت بشيء. طب قبل ما نحكي عن الرئاسه وعن كل هذا، لا انه بيجي الرئيس بري بيجي بحط راسه براس الرئيس بري. عم بحكيك عن صناديق اللي وصلوا من سوريا. نعم اوكي. التفو. هل رموز النظام السوري كمان برايك سقطوا؟ اكيد. يعني من النظام السوري عام وهاب، ايه اكيد سقطوا. انا بصراحه سقطوا، ما بعرف ليه. سوريا ما بدها اياهم، او سوريا ما بقى عندها تاثير على لبنان نهائيا برايك؟ شوف السوريين مش قصه تاثير، القصه انه مناطق شيعيه كلها سوا يعني اكيد هي تعيش في، يعني هي لبنانيه وطائفه مؤسسه في الكيان اللبناني وكل شيء، لكن عضويا حزب الله ينتمي الى ايران. هو اعلن سماحه السيد بعظم لسانه، قال نحن ثيابنا واكلنا وشربنا وسلاحنا ومصرياتنا من ايران. من السيد الخامنئي. يعني هذا المجتمع موجود هيك عندهم. اذا وقت بيقول هيك اصبح السوري تقريبا نوعا ما خارج اللعبه والوصايه على 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 على, على اللعبه. يعني على الطائفة وعلى المناطق اللي هو فيها. إذا ضعف الوجود السوري بلبنان، ساعتها جماعته حكما لأنه منه مدعومين، دعموا التيار. يعني اليوم الوزير وئام وهاب والمير طلال أرسلان جابوا كل جماعتهم وهن عطوا الحواصل للمسيحية. شوف المسيحية بالجبل. بين السوريين بأكارتلها بإيدهم لأنه هناك ما في حزب الله. اوكي. اليوم السيد حسن برايك صار اقوى بكثير من رئيس بشار؟ لا. يعني بطل بحاجه لرئيس بشار؟ هو زعيم المقاومه بكل العالم، مش بالعالم العربي، بكل العالم. ما في مقاومه مسلحه بهذا الشكل، وعندها 150 الف صاروخ، وعندها 1000 صاروخ دقيق، وعندها امكانيات هائله. بس كنا نشوف انه قبل الا هو انه قبل بحاجه لرضا السوريين، بحاجه لرضا الرئيس بشار. يعني اليوم هل هيدا الشيء بطل موجود؟ صار هو مش بحاجه لرضا؟ لا بلا، لا رضا ولا دعم. حاربوا بسوريا، حاربوا بسوريا، حميوا حالهم وحميونا. وقت اليوم بيطلع بيقتل داعش بيمرم عليهم بسوريا، بروح بيقتلهم على حدود تركيا والعراق. بس ما جاوبتني، السيد حسن اقوى من الرئيس بشار؟ لا ما في جاوبك هيك، هذا لا تصح المقارنه. واحد رئيس دوله طويلة عريضة اسمها سوريا الأسد، عندها طيارات وعندها مدافع وعندها جيش وعندها كل شيء، ودولة طويلة عريضة. واحد عنده مقاومة ما في شغل دول العالم. اوكي، وهداك مش شغل دول العالم. يعني ما هي 84 دولة إلى رئيس حكومة قطر السابق، قال نحن دفعنا 137 مليار دولار تنسقط رئيس الأسد، ما قدرنا. بعدين احنا تهوشنا على الصيدة وطارت منا الصيدة، ما توفقوا رئيس اسد، رجع اجا رئيس الامير محمد، اليوم اصبح رئيس دولة الامارات. بفتكر هو اجا على، يمكن هو او وزير خارجيته على سوريا، على سوريا، ورجع الرئيس الاسد رد الزيارة وشافهم، التقى بالشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن نهيان الزايد والتقى.